وصلنا الحمد لله إلى مطار ماليه الدولي في المالديف. الحمد لله خلصنا الإجراءات ورايحين هنا في الشريحة وتاكسي بإذن الله إن شاء الله إلى الدور. هذه مكاتب للمنتجعات موجودة في المطار لتسهيل النقل إلى المنتجع. طبعا توجد طريقتين للنقل للمنتجعات وهذا يعتمد على القرب أو البعد عن المطار، إما بالقارب السريع وتكون للمنتجعات القريبة أو بالطائرة المائية وتكون للمنتجعات البعيدة. أنا إن شاء الله راح أجلس اليوم وغدا في العاصمة ماليه وبعدها نتوجه إلى المنتجع. صباحكم الله بالخير. ناخذ الان جوله في وسط المدينه، مدينه ماليه عاصمه المالديف، ونتعرف على اهم الاماكن السياحيه فيها. المالديف كان يسميها العرب قديما محل ديبات. دخل الاسلام لهذا البلد في اواخر القرن الثاني عشر، والان جميع السكان في هذا البلد تقريبا مسلمين. هذا الجامع الكبير في المالديف، وهذا أقدم جامع في المالديف اسمه جامع الجمعة، يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1656. طبعا هذه الطريقة القديمة للوضوء من البير مباشرة. هذا مبنى البرلمان المالديفي، نظام الحكم هنا طبعا جمهوري. كانت مستعمرة بريطانية لمدة 78 سنة واستقلت عام 1965، والآن تعتبر إحدى دول الكومنولث، أي تحت الحماية البريطانية. تتكون المالديف من 1190 جزيرة، معظمها جزر صغيرة والباقية منتجعات. أما أكبر جزيرة فهي العاصمة ماليه، وفيها أكبر عدد من السكان في هذه الدولة. يقدر عدد السكان الكلي في المالديف ب 300,000 نسمة. صبحكم الله بالخير، متوجهين إن شاء الله إلى المنتجع. طبعا الريسبشن في وسط الجزيرة هذه الصغيرة،
والبار والمسبح والمطعم. الفلل هنا في الجهة هذه، هذه الفلل زي ما تشوفون، فلل الشروق، فلل الغروب. طبعا فلل الغروب افضل، ليش؟ لانها برايفت اكثر من الشروق. الشروق موجهه على المنتجع الرئيسي، على الجزيره نفسها، فما فيها يعني خصوصيه. الغروب افضل من فلل الشروق. من الأنشطة في المنتجع يأكلون سمك القرش. أيضا يوجد في المنتجع أنشطة كثيرة مثل الغوص وصيد الأسماك، لكنها غالية شوي. Just a holiday. Very special.